على التليفون معنا الصحفيه المغربيه المتالقه الاستاذه اميمه الرفعي. استاذه اميمه اهلا بيكي، منورانا. اهلا بيكم، شكرا على الدعوه. اهلا وسهلا بيكي. مبروك للمغرب استضافه مونديال 2030 بعد اداء مشرف ومذهل في مونديال 2022 ايضا في الدول العربيه الاخرى قطر. طبعا يعني ما حصل في قطر كان على الصعيد الرياضي يعني بين قوسين، لكن النهارده لما عرفنا بالخبر يعني ان المغرب هينظم يعني نسخه 2030 من كاس العالم، كان كنا في منتهى الفرح ومنتهى الامتنان، عشان يعني بجد هو المغرب متعود انه ينظم مجموعه من طبقات، كأس أمم أفريقيا للسيدات، كأس منتخب الناشئين في 2023، مجموعة من كأس العالم للأندية 2013 14 2022، بس السنة دي هتكون مميزة طبعا. يعني احنا بنتكلم على كأس العالم، يعني أكبر طبعا تظاهرة عالمية يعني للمنتخبات، وكون انه هتتنظم على صعيد ثلاث كونتيننتس وست دول، يعني دي حاجه مميزه. حتى نسخه 2026 كانت مميزه بالنسبه لنا كلنا عشان هتبقى في ثلاث دول بس. مظبوط. دي بقى يعني دي التوب، وكان المغرب هيكون جزء منها، ده طبعا شرف لينا كمغاربه وشرف لكل العرب والافارقه طبعا. هل كان في توقع ان ده هيحصل، ان المغرب النهارده ستفوز بهذا الشرف؟ وتوقعاتك بعد اربع محاولات لتنظيم المونديال من المغرب، كان اخرها 2010 على ما اذكر، ايه الاختلافات اللي ممكن تظهر خلال الفتره المقبله على مستوى التنظيمات والاستضافات المغربيه؟ لا هو اخرها كان في 2026. 26 مظبوط. احنا كنا ضد الملف الامريكي، الامريكي المكسيكي بين قوسين. نعم. يعني اللي حصل انه المره دي كانت حاجه مميزه، كل المرات اللي قبليها كنا بنتقدم لوحدينا، بس المره دي الكون هنبقى مع اسبانيا والبرتغال، وكون انه جاني انفانتينو رئيس الفيفا هو بنفسه بيقول انه الملف ده مميز. يعني دي أول مرة هتبقى على صعيد قارتين. نعم. وكمان المغرب قريب جدا من البلدين دول. يعني قريب جغرافيا، بس قريب كمان في يعني بالنسبة للثقافة. نعم. مجموعة من الأشياء. المرة دي كنا حاسين إنه هتبقى مفاجأة كبيرة في سبتمبر 2024 لما هيعلنوا على البلد المنظم، بس اللي حصل النهارده خلاص، يعني النهارده بقينا متأكدين إن المغرب هينظم. وده طبعا يعني حاجة مفرحة، بس طبعا بعد اللي حصل في القاهرة قبل أربع أيام ده كمان خبر جميل. نعم، اللي حصل في القاهرة من أيام اللي هو الإعلان عن تنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية، وده برضو كانت حاجة يعني بعيدة ما حصلتش، وإن كانت أصبحت متوقعة جدا بالنظر لكم الاستضافات اللي تمت للبطولات زي ما ذكرتي أستاذ أميمة. إزاي شايفة استضافة بطولة الكان في النسخة بعد المقبلة؟ هو زي ما قلت لحضرتك، احنا كان بقالنا 37 سنة ما نظمناش في الكان، يعني لما بنعدي 88 لحد 2025، يعني 37 سنة دي فترة طويلة جدا بالنسبة للمغرب. كان المفروض ننظمها في 2015، بس زي كل الناس اللي عارفة يعني اللي حصل، يعني ما كسبش ربنا، بس خير. يعني اللي بيحصل دلوقتي انه المغرب مستعد في أتم الاستعداد. كل الناس في مصر تعرف طبعا يعني استاد محمد الخامس في كازابلانكا وفي ملعب الله في رباط، بس في مجموعة من الملاعب الثانية، في ملعب طنجة الكبير، ملعب استاد أزرار في أجادير، ملعب الكبير لمراكش، والملاعب دي بتحتضن مجموعة من المنتخبات الأفريقية اللي بتراسل المروكان فيدريشن عشان يجوا يلعبوا هنا، عشان بلدانها ما فيش ربما ملاعب بالنورمز بتاعت الفيفا. المغرب مستعد بالنسبه للبنيه التحتيه، بالنسبه لكل ما هو اوتيلات، طرق، مطارات. الكون الكان هتبقى هنا، دي حاجه تفرح يعني كانك يعني افريقيا اهلنا. يعني اول حاجه نحتضن افريقيا، وبعد كده نحتضن العالم باسره. ايوه مظبوط. واظن انه هتبقى نسخه مميزه
وطبعا يعني في امل كبيره. إن شاء الله ده متوقع ومنتظر، وبنبارك لك وبنبارك لإخواتنا في المغرب، وربنا يحفظكم جميعا بإذن الله. بشكرك أستاذة أميمة الرفعي الناقدة الرياضية المغربية على وجود حضرتك معنا. نهائي بطولة كأس العالم 2030 هيتلعب فين؟ في سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد. السعودية من جانبها أعلنت ترشحها لتنظيم مونديال أو نيتها الترشح لمونديال 2034، وده برضو كان على لسان ولي العهد السعودي النهاردة في تصريحات رسمية.